قوتنا وخوتنا، فزعتنا وطيحتنا، ضحكتنا ودمعتنا، جنتلها مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين أينما كنتم خلف هذه الشاشة العظيمة، شاشة قناة الواقع، أحييكم باسمي وباسم إدارة قناة الواقع، معكم أخوكم علي الجعيدي. أبطينا منكم والبطامة هو بزين، ورجعنا لكم بحلقة جديدة نتمنى أن تكون خفيفة لذيذة عليكم إن شاء الله. واليوم الشباب ما شاء الله حماسهم قوي ما شاء الله تبارك الرحمن. وأحب أرحب بأخوي سعد الطويل، أخوي عبد العزيز رباح، الله يحييكم. طبعا الفريق الأول عبد العزيز وسعد، والفريق الثاني علي هادي ونواف الشهراني. الحين جايين جا رب يحييكم. خلنا نسولف دامكم موجودين. نسولف احنا وياكم. اي أبي أخذ معلوماتكم، اللي عنده معلومات. اليوم ظني أنه كسوف للشمس، ايش فكر تحت؟ ذكرته احنا ليش؟ وسبب ظهور الكسوف او الخسوف الظاهرتين هذه؟ سبب ظهورها وش؟ الله سبحانه وجل يذكر عباده من المقصرين مثل ما صار قبل شويه مرتعت انت. اي انا تخويف للعباده المقصرين. نواف الشهراني تفضل. لا خليه يلبس، خليه يلبس مايكي. مايكي بسم الله على قلبك. بسم الله عليك. بسم الله عليك. ينتظر خويا لكن معذور، والله انكم معذور. انت غيرت انت عليه. عبد العزيز يلا حي، ابي معلوماتك عن الموضوع ده. والله ما حضرنا المعلومات، لكن اكيد انك انت ان شاء الله وين كفينا لكن مثل ما ذكر. والله ما يحتاج لها تخليل. مثل ما ذكر محمد، هذه ظاهره كونيه من الله سبحانه تذكير عباده، وفيها اي واحد يراجع حساباته الدنيويه. أيه؟ مقصر ويذكر ربه، مخمل في شيء. انا اشهد. متدين وساحب على ساحه وتسدد ديونك. انا اشهد. الله يكفينا وياكم ان شاء الله. بس طولت الغيبه وصالح. والله يا اخوك لا تقول الا خير. كل ما وين اسبوع هذا اسبوع اللي بعد ها حول خلها بظروفها. تحروا اليوم بكره ها. الشباب اللي قبل انهم ان شاء الله كفوا ووفوا ولا قصروا وكل شيء بظروفه، كل شيء بظروفه عسى ربي. الله سهل امرنا وامركم. شعوركم اعطونا شعوركم لكم الحين شهرين بالضبط وباقي قدامكم شهر. والله كل واحد شعوره، هل يحس نفسه مقصر او انه قدم اللي عليه؟ والله شوف التقصير لابد، ولكن على قولتهم نعدل نضبط الامور، والمنافسه بدات تشتد الحين. اي اخر شهر ما عاد هي الحين كل واحد يكرب حزامه. سعد اي شعورنا الحين شعور طلابنا باقي ياخذ فار فيزياء ورياضيات. الايام اللي راحت هل هي عدت عليك بسرعه ولا؟ والله هي عدت بسرعه، لكن انك تسارعها لانك انت يمكن الواحد عندك شيء ما قدمته. طيب انت الحين باقي قدامك شهر، سعد الطويل هل يشوف انه انجز وضمن احد المراكز ولا باقي؟ آه. جهدك اللي انت اجتهدت الايام اللي راحت. سويت 1%. وان شاء الله انك باذن الله وعدنا بخير ان شاء الله. لا انت ولا عبد العزيز. عسى ربي يوفقكم. عسى ربي يوفقكم ان شاء الله. عسى ربي يوفقكم. علي هادي نواف راح الوقت، ترى النهار قصير، نهار شتاء. تعالوا عزيزتي لهم صدمة. تعالوا عاد وراكم صدمة وراكم. يلا هداكم الله. يلا حباني يلا حباني يلا حباني. يا مرحبا. الحب والسلام. يا مرحبا عليك. الله يسلمك. طول عمرك. بس خلهم هذه كلمة أبوي. ربي طول عمرك خليه يجد يقومون المدرسة. يلا حباني يلا حباني. سروح سروح. ساعة نص ساعة نص لي ما أدري شو فايدة هاي. لا هي بستة نص ولا هي بسبعة نص. الحب حب وسهل. كيف الحال؟ ساك طيب. ساك بخير. يا الربع طبختنا اليوم خفيفة اللي هو ملوخية.